الرائع اللي شفته اليوم انه فيه تنوع في ما هو فقط يعني عرض مزايين للإبل، ولكن فيه تنوع في ما يعرض من موروث وآثار وصور يعني تعبر عن موضوع الإبل وربطها بتاريخ يعني السعودي. بالنسبة لسائح أعتقد أنه من الأماكن المثالية للزيارة، يعطي الفكرة المطلوبة عن المملكة. أنا الشيء الجميل اليوم أنه عندنا في مدن مبادرة تحت رؤية 2030 في برنامج ندلب، واللي هو برنامج تطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية، هو عبارة عن التجمعات الغذائية ومناط بمدن ولله الحمد. فاليوم نقود هذه المبادرة وبدأنا في العمل عليها، وفيها لها ميزانيات مخصصة من الدولة بحيث أنه يطور تجمعات غذائية، لأن موضوع الصناعة الغذائية هو موضوع يعني استراتيجي وأمن وطني جيد، المفروض أن نستفيد منها في صناعتنا. إحنا اليوم عندنا في القصيم خصصنا أرضين مصانع، الأول للحوم الإبل والثاني لحليب الإبل اللي هو الحليب المجفف للأطفال، ويعني هذا أيضا توجه جديد بحيث أنه أيضا استخدام الحليب ليس للكبار بمعالجات خاصة، وهذه إن شاء الله إحنا نحفز على أنها أيضا تكبر معانا في مناطق مختلفة. اليوم عندنا 36 مدينة صناعية حول المملكة، وهذا ما يميزنا في مدن، يعني متى ما كان في تجمع للإبل في منطقة معينة وممكن أنها تكون تعطي فيزيبيليتي أو يعني بالنسبة للمستثمر أنها تكون جاذبة أنه يستثمر، فنحن متواجدين. طبعا نقدم الأرض، هناك أيضا عندنا منتجات المصانع الجاهزة، مصانع الجاهزة بمساحات من 1500 إلى 750 على حسب، ممكن يكون رواد أعمال يبدون في صناعات صغيرة. عندنا بدأنا ودشنها معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة في الدمام مساحات 200 متر مربع، واليوم أيضا في اتفاقات مع مطورين بحيث أن نبني أيضا حسب الطلب، وهذا أيضا من الدعم لمثل هذه المصانع وغيرها أنه يكون أقل تكلفة عليها ويقدر يعني يبدأ في العمل سريعا. كذلك من ناحية التمويل، إحنا عندنا اتفاقية بين مدن وبين الصندوق الصناعي وبين مدن وبين بنك التنمية الاجتماعي. الصندوق الصناعي طبعا نتكلم عن التمويلات العالية تعتبر، وعندنا ثلاث منتجات حقيقة معهم، أرض وقرض ومصنع جاهز وقرض ومنتج لوجستي وقرض. وبالنسبة لبنك التنمية الاجتماعية طبعا لرواد الأعمال ورائدات الأعمال يقدرون يبدون أي شيء، خاصة الأشياء الحرفية اللي شفناها اليوم، يمكن ما ذكرت لكن يعني أيضا كانت من الأشياء الجميلة أن نشوف الحرف مثل موضوع السدو، النسيج، استخدام الأصواف، أيضا الخبز وغيرها، فهذه ممكن أيضا تعمل داخل المدن. ولذلك عملنا على واحات صغيرة مهيئة لعمل المرأة، عندنا يعني خمس واحات، يعني آخرها افتتحنا واحة الجوف، ومعروف الجوف أيضا بأسر منتجة وخاصة في موضوع السدو وغيرها، وإحنا قاعدين يعني نشوف مع حاضنات أعمال بحيث أنهم يبدأون أعمالهم ونحولهم إلى صناعة. وأنا أعتقد يعني من الأشياء اللي لابد أن نرجع لها ونمارسها يعني، وهي في الحقيقة يعني أعطت شعور جميل على تاريخ، عن توحيد الجزيرة، عن كيف ذا، وإن كانت يعني هي فترة قصيرة
ولكن الإنسان وهو يعني على ظهر الذلول فعلا يبدأ يتذكر يعني آبائنا وأجدادنا كيف كانوا يعني يمارسون حياتهم، كيف كانوا يتنقلون، ولذلك مهم أن نستمر فيها للأجيال القادمة. اليوم الأجيال يعني انشغلت بالتقنية وبوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فمهم أنه يمارسونها بيديهم. حتى الدول الكبرى اليوم تشوفهم يرجعون الأشياء هذه ويخلون النشأ يمارس الأشياء هذه اللي كانوا هم يعملونها في يعني تاريخ